السلام عليكم أصدقائي. طبعا أنا وعدتكم نصوركم الأقمار الصناعي، صار لي 3 أيام ما بحصل لقط ستارلينك، عم بلقط بعض الأقمار. طبعا صورت بعض الفيديوهات، إن شاء الله هلأ أحسن ألقط لكم ستارلينك. دقيقتين على مرورهم من فوقي. طيب هاي هلأ واحد، هذا هو ما بعرف شو هو، لأنه أنا نزل تطبيق بس تبع ستارلينك. هاي هذا قمر مش طيارة، هاي الساعة 11 بالضبط رح يمرق ستار لينك اللي هن 36 قمر ورا بعض قطار. هلا هداك طلع برا الكادر، رح فرجيكم واحد تاني فينو. هلا شفت واحد طيارة. دخول ستار لينك 18 واللي هن 36 قمر. دقيقة بالضبط. لازم من هون يمروا. نعدل الكاميرا هيك شوي. بس ما يكون بالجنب الثاني المنزل. هاي فينو راح. ليكو 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 ليكو، هاي واحد. اوكي وهي الثاني. لا لا مو وقتك. ها شفتوا هون؟ 2 3. يلا اللي بعديه. هاي 4. خمسة. أخيرا 6. دخل السادس. طيب حركنا هيك شوي صغيرة. اوكي هي من الزاوية للزاوية. طيب زوم ان او لا، شايفين في واحد تاني صغير اسرع من اللي فوق تبعي ستارلينك، اللي هو رح لكم هلا على التطبيق شو عم بشوف. فصل النت تي بي لينك. طبعا انا هلا بعين المجرد ماني شايف، انا صعب لانه اساسا ستارلينك خففوا البرايتنس تبعيتهم بناء على طلب الاسترونومي، علماء الفلك والارصاد الجوية.
طبعا ليش عم ينشافوا؟ الشمس عم تضرب فيهم على العواكس تبعيتهم، فهن كانوا اول بدايه وضعهم على المدار كل 3 4 ايام او اول 4 ايام بيكون العكس تبعيتهم موجه بزاويه انه بيخليك تشوفه 100%، يعني مثل كانه ضوء. فهلا مخففين هن العواكس تبعيتهم. هلا على الاطلاق الجديد ممكن الاسبوع الجاي في اطلاق جديد، فاذا كان الجو صافي وما في غيوم وحسنت صور. في واحد كبير جاي هلا بده يدخل بالكادر، اتمنى دخل. شايفينه؟ هاد العواكس تبعيته لتحت. لسه ما خلصوا، لسه كمان فيها. طلع هاد، هاي واحد شايفينه ها؟ فجماعة الأرض المسطحة هدول بالونات، فرجاء قولوا لي وين هدول بيتصنعوا وكيف بينحطوا بالمدار، وين إذا الواحد حابب يدرس كيف يطير هدول البالونات أو يتعلم، يا ريت يعني. واللي بده يرجع، في اخ من الاخوان بعت لي كومنت، والله 10 دقائق تقريبا لحتى خلصته لقريته. اوكي، بالاخير انه بده يقنعني انه الارض مسطحة وهذا ذكر بالقرآن. اخي روح تعلم العربية، او ما ضروري تتعلم العربية، امر بسيط. رب العالمين الارض قد سطحت، سطحت معنى كلمة سطحت في قاموس العرب والمعجم انه اخضعت للارادة. نحن بنعيش على سطح الارض، مو في باطن الارض ولا على سطح الماء ولا في باطن الماء. اوكي، الارض بعمرها حياتها ما كانت مستوية، الارض كلها تعاريج وتضاريس وجبال وديان فكلمة سطح انتو اخدينا انه شيء مستوي، لا هي ما انا مستوية. خلص ولا في بعد؟ لا يكون موجودين بعد. طبعا في خطين، الاولاني خلص اللي هو ستارلينك 18، هذول هلا بتشوفون بيجوا من الجانب الثاني. هذا ستارلينك 18 AJ، لسه في عنا 2 دقيقة 49 دقيقة 49 ثانية لسه في موجود. القطار خلص اللي ورا بعد خلص، هلا راح تشوفوا متفرقات بخط مائل عن الاولانيات. ما بعرف اذا فيني شوفهم او لا، خلينا نشوف الكاميرا. فعليا هون لازم يكونوا هيك لتحت شوي. المشكلة لما بطلع بعدسة الكاميرا بطلع بالسما ما بشوف مظبوط، خصوصي انه في لسه يعني ما مش ظلام، الشمس بعدها مبينة انه غايبة مع انه الساعة 11 بالليل فعليا. بنفس المكان موجودين. عليكم لقطك، تعال هون، وين رايح ايها الحلزون؟ على فكرة والله جدا شغلة صعبة انك تلقطهم. كم مرة
انه اكون مثلا طالع او بالسيارة واطلع الاقيهم فوق راسي، كاميرا ما معي، ولما اكون فاضي ومجهز حالي يكون في غيم، يعني موضوع جدا صعب. فهلا سبحان الله عم بفطر وبطلع بترقب. امبارح كان شوي غائم بس اوريدي صورت تقريبا 3 اقمار، بس قطار ستارلينك اللي هلا صورته ما هذا ما احسنت القطه، هي اول مره انجاز حلزوني. في شيء ثاني شوف عندي هون تطبيق شوف عندي خلص خالص ما ضل شيء للاسف. في واو في 11:17 قمر واحد، وبكره الساعة 5:50 الصبح واحد، الساعة 9:30 بكرة المساء في 18:01 ستارلينك، اللي هن ستارلينك 19 RXHPPAV، كل واحد له رقم. وعندنا الساعة 10:11 اثنين بس قمرين، وعندنا الساعة 10:49 تسعة، وعندنا الساعة 11:10 1 11:24 1 الساعة 5:02 نهار الخميس 1، بس انه لماع فينك تشوفه بعينك نظامي. لا يوم الخميس الساعة 9:55 في 22:01. هلا يوم الخميس الساعة 10:48 في 38:01 في قطار بقلبه 119 قمر ورا بعض. هاد للأسف مرة من المرات الأسبوع الماضي كنت برا وشفتهم، بس ما معي كاميرا للأسف، وبكاميرا الموبايل صعب مستحيل يعني صعب تصورهم، لأنه أساسا ما عادوا هني براقات مثل أول مثل أول إطلاقهم. شكرا على المشاهدة، لا تنسونا من الدعاء اشتراك الدعم. أتمنى جماعة الأرض المسطحة يفكروا شوي، لأنه تسطيح الأرض أنتوا عم تنسفوا مناهج تعليمية، إن كان في مجال الاتصالات ولا إن كان في مجال العلوم والبحوث وهالعالم اللي درست، وأنا واحد منهم الملايين العالم اللي درست. أوكي، فأنتوا لما تقول الأرض هي عبارة